ايه نروح لزميلتنا سالا حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره ونتعرف عليها على اخبار النادي. سالا بنصبح عليك انا وكريم، اتفضلي. صباح الخير، طبعا برحب بيك انا هواند، واكيد برحب بيك يا كريم، وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وطبعا هكون معاكم النهارده في فقرتنا، فقره اخبار النادي الاهلي من مقرنا بالجزيره. هاخدكم في جوله سريعه حول كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وكمان الفريق الاول لكره القدم وجميع الفرق الرياضيه الاخرى. وخليني ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم واخر استعداداته للمباراه المقبله ان شاء الله. يمكن طبعا النادي الاهلي كانوا في راحه سلبيه من التدريبات لمده يوم الاثنين الماضي، ورجعوا للتدريبات الجماعيه امبارح في تمام الساعه 5 مساء على ملعب مختار اللاتيتش استعدادا للمباراه المقبله ان شاء الله، واللي هتكون امام اسوان يوم الخميس المقبل، واللي تقام في تمام الساعه 7 مساء على ملعب بترو سبورت في طبعا يعني بطوله الدوري، وهي المباراه المؤجله من الجوله ال 17 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. يمكن طبعا خليني نهاوند في البدايه اخدكم في جوله سريعه حول يعني اللي حصل في المران امبارح. يمكن مستر بيتسو موسيماني بدا المران بمحاضره نظريه مع لاعبي النادي الاهلي للحديث عن المباراه واهميتها، ان طبعا يعني من خلال المباراه لاعبي النادي الاهلي عايزين يحصلوا على 3 نقاط ويستمروا في الحصول على 3 نقاط ويحققوا الفوز. طبعا مباراه مهمه، 3 نقاط مهمين جدا بالنسبه للاعبي النادي الاهلي في مشوارهم في بطوله الدوري حاليا طبعا، عشان يقدروا يحسموا بشكل كبير لقب بطوله الدوري المرة ال 43 في تاريخه. كمان يعني بعد المحاضرة النظرية يمكن الجهاز الفني ومستر بيتسو موسيماني ركز على تدريبات الكورة وطبعا الفقرة البدنية بالنسبة للاعبي النادي الأهلي من خلال يعني طبعا تقسيمة نفذها عشان يعني طبعا ينفذ بعض الجوانب الفنيه والخططيه للاعبي النادي الاهلي. كمان خليني اقول لكم واطمنكم على حاله المصابين في صفوف فريق النادي الاهلي. يمكن دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لكره القدم طمنا على حاله وليد سليمان ومحمد محمود امبارح. يمكن قال ان وليد سليمان خلاص يعني في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي، بينفذ المرحله الاخيره طبعا ده تحت قياده الدكتور احمد ابو عبله والجهاز الطبي بالكامل، وخلاص يعني هيعود للتدريبات الجماعيه بعد 10 ايام، ده طبعا بعد ما اصيب في العضله الخلفيه ودي بعدته عن التدريبات الجماعيه والمباريات في الفتره الماضيه مع لاعبي النادي الاهلي. وكمان محمد محمود يعني خلاص بدا يشارك بصوره طبيعيه ويشارك يعني شكل كامل في التدريبات الجماعيه. يمكن في الاول كان بيشارك بفتره بسيطه في التدريبات الجماعيه مع لاعبي النادي الاهلي، ولكن حاليا بيشارك بصوره يعني كامله بشكل كامل، ودلوقتي هو جاهز يعني من الناحيه الطبيه. خلاص يعني القرار حاليا هيكون في ايد مستر بيتسو موسيماني، هل هيشارك في التدريبات الجماعيه عفوا في المباريات مع لاعبي النادي الاهلي في الفتره المقبله ام لا. ده بالنسبه للمصابين في صفوف الفريق الاول لكره القدم. كمان خليني اقول لكم ان النهارده ان شاء الله محمد هاني الظهير الايمن للنادي الاهلي هيكون موجود في التدريبات الجماعيه، ولكن مش هيشارك في المباراه بكره، ده بسبب يعني تراكم الانذارات. يمكن اخر انذار حصل عليه محمد هاني في طبعا مباراه الانتاج الحربي المباراة الماضية. ده بالنسبة للتدريبات أو تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. النهاردة إن شاء الله عندهم أيضا تدريب في تمام الساعة 5 مساء على ملعب مختار اللاتيتش استعدادا للمباراة القادمة. كمان خليني أخدكم في جولة طبعا سريعة حول أخبار جميع الفرق الرياضية الأخرى. يمكن الفريق الأول لكرة اليد الرجال النهاردة عندهم إن شاء الله تدريب من الساعة 2 للساعة 5، وتدريب السيدات عندهم سيدات اليد عندهم النهاردة إن شاء الله تدريب في تمام الساعة 6 مساء. يعني ويل طبعا فرقتين بيستعدوا بشكل قوي لعوده الدوري مره اخرى في منتصف شهر سبتمبر القادم. كمان المدير الفني كابتن علي هاشم امبارح يعني عقد زي اجتماع مع لاعبات النادي الاهلي الفريق طبعا الاول لكره السله سيدات، كانوا يعني عاملين طبعا اجتماع بيتكلموا فيه عن عوده اللاعبات مره اخرى للتدريبات، وهيعودوا ان شاء الله في بدايه الشهر القادم عشان يستعدوا بشكل قوي لطبعا بدايه الموسم الجديد لكره السله. يمكن دي طبعا يا نهاوند وكريم ما كانت كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي واكيد الفريق الاول لكره القدم وجميع الفرق الرياضيه الاخرى. والان العوده مره اخرى للاستوديو كلمه ليكي طبعا يا نهاوند، تفضلي. واحنا بنشكرك جدا على هذه التغطيه يا سالا، شكرا ليكي.